يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مسافر صلى خلف مقيم وقد أدرك آخر شخص مسافر صلى خلف مقيم وقد أدرك معه آخر ركعتين فقصر معه، فما حكم صلاته هذه الصلوات الماضية التي كان يفعل هذه الطريقة؟ الصلاة غير صحيحة. من اتم بمن يتم الصلاة وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن الصحابة في منى صلوا خلف عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو يتم الصلاة فأتموا، وهم يرون القصر، هم يرون القصر لكن أتموا تبع للإمام ولأجل اجتماع الكلمة وعدم التفرق. ولما سئل أظن ابن عباس ما بال يعني المسافر يتم خلف المقيم، قال تلك السنة يا ابن أخي، السنة هكذا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فصلاته غير صحيحة، يعيد الصلوات. نعم.